الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. وحان دمان شعبك الصومالية دا مسلمين تا ميل والباي جوغان وهم بلين آيا مناسبة دا عيد الأضحى وحان لاي هاي سنة كان سنة كي سكالة كو عيد بش بش عيد وناكسن يو نبض يو برواقو وحان ربعين عن مناسبة دا نوغ فايدة استو أمد الصومالية معلم تنبر كيسن إن حسوسية مهمة دا إلا دا إن ليس عفيو مهمة إلا هاي إن كل جين قامها إسود قبسنا مهمة إلا هاي إن سوء علينا دول النمدا مهمة إلا هاي إن كود شقينا أمن جي حسلوني ده مهمة إلا هاي إن كل جين كود شقينا دبهوش سينتا مهمة إلا هاي إن إصلاح حساب تنا مالنا أوسو جيسنا مصوما سوقا في أمد الصوماليات إيه وقدام بنتي إن دتك الصوماليات عنو شيغو إن لان هاي حل ودن أو كلية ودن كاسنا أنكو خصبنا هاي إنا ودا جعلانو ودا لسنو ودا آميننا إنا ودا لنا هاي مر لبعد حنباليو عيد ونكسن الله إذن بركيه مال والبود جوكتان إنسانة كلا صورنا في أن كفكرنو سيدا أن أفكرني وحي أن صوق بناي وحكي الدوان إنا نسمعي إنو سنة كعبد النوب بالعوضي سيها الديلة إلى هذا عيدا عيدا إذا كلا أن سوح حسابين كرنا سيدا ورسي كدوان وأنا نسكد إنا إنا كفكرنا إن سيدي عن مرض بدن هرو شاقني عن سو شاقني إنا كشاقينا إنا نسانو دل كل يان أنكو وضا نولان كرنا سيانو نسانو وأنا نسكد إنا أما كوضا شاقينا إنا نسكا قادم إسباروين إنا نسكا قادم إسبارو غبيالد إسباروين كمسو ماسوغا إسباروين كننجع ليسيغا سباروينكا مال انتاجر نمدا سباروينكا دنتنقاركا سباروينكا ششيكا الكالكا سباروينكا بغنكا غلدمي سباروينكا همي هي شرفتا ومدى صوماليا دهو صندقي وانا نكوينا نا هدي عن صوماليا نايو حيوري وانا وانا عرورتا انو يدالن يرد هالكن جوكتور تدربان الهي هبرك يعني مستقبل لقربان مستقبل كاس ندت كي أن مسؤولية ده يقف والبا أو ذلك يدت كسر مالية حلو هيا هيا لجربا ما أنت مركا أنا جو سنة حريصنا هنا حسابنا هنا وحان مركو رئيس تهنيد ودير هيا دت كسر مالية والدولة دس مالية كجرا ومسؤولية أنت قف والبا إنه هو هذا مسؤولية دي سنة لا يقول حساب تمايل قف والبا إنه هو هذا وحى وهاي الشعب كسر مالية يكون آمنين قف والبا مركا وينو أحسن يسكب الله انت انك لا وشعب صومالي هذا كليا وحال الرضا انكونا انا نسحسابنا مال والبا كش قيسي الدياد كان حسد طاي الدياد مين بيه كش قيسي فصعافة دي جوكتي الدياد تحاي قف قربه جوجا ودل كيس بنان كسوفيريا اما شغالة عادي تحاي قف والبا صوماليات واجب يا سار واجب كاس وان ان كنا بينا الهي ما انتو عنكر جينا ان نغط مالنتي كل جين ان وذا قرني ان واجب كاس ومدو ان نقول هذا هاي ان كسو بحنا وعنو ما دعلينا يا دبك صوماليات ويدو حالب دو يبتحي مر والبا دلغات الدول ابن مدى لكن دلغات كاس هو مهم سيدة كلية وان مستقبل كويا لنكرنو وعيتاين ام دلغات كاس كوة شقينا لكن دلغات كوة هذا انو اسل حساب تنكو سليسين يعني وادين دعينا يا وادين هم بلينا ummad soomaaliyeed ee maanta runtii waa maalin farxadeed oo qof kasta uu dareemi karo qiirada iyo wanaagga ay leedahay malaayiin qof oo soomaaliyeed oo ayagoo farxad ay ku dhaantahay kusoo dukaday masjidka isbaysiga oo madaxdu kula soo dukaday runtii waa wax aad iyo aad u qiimo badan
marka ummada Soomaaliyeed iyo ummada muslimiinta meel kasta caalamka ka joogan baan balyaan leeyahay marka bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa maxamed muqtar sheekh abdi oo ku nool magaalada muqdisho waxaan maanta ku soo tukanayaa masaajidka weyn ee ismaaysiga anagu kula soo tukanay madaxda Soomaaliyeed waxaan dhamaan ugu hambalyeynayaa meeshan ummada islaamka dhamaantood gaar ahaan ummada Soomaaliyeed meel walba ee adduunka dacwadiisa ay ka joogan iyo gaar ahaan ehelkayga iyo qaraabadeyda ay ugu horeyso hooyadeyda macaan maasha allah oo kulli ku nool dalka Mareykanka waxaan leeyahay ciid wanaagsan dhammaan ehelkayga iyo qaraabadeyda asxaabteyda waxaan leeyahay ciid wanaagsan kulli caam waantu bikhayr alaykum waraxmatullahi wabarakaatuh assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh magacay waa doctor Samatale Soyaan waxaan ahay takhtar oo weyn ee xamar Soomaaliya inaan dadkeena inaan daaweyno inaan horumarsiino inaan horumar gaarno insha allah tacaala maanta waa ciid ummadeena Soomaaliyeed waxaan dhahaynaa ciid wanaagsan subhanallahu allah ma sha allah ameen ah tum ala tum bikhair insha allah